ينقل أنه كان هنالك رجل، هذا كان من الذين وفقوا للتشرف برؤية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وينقل أنه كان يتشرف كثيرا مو مرة ومرة. سئل هذا الرجل أنه كيف وصلت إلى هذا المقام، البداية شنو كانت؟ قال أنه في ليلة من الليالي رأيت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا، فطلبت من النبي، لاحظوا التوجه، في عالم الرؤيا أن أوفق لرؤية الإمام المهدي. يعني هذه الحاجة كانت ملحة على ذهنه حتى في عالم الرؤيا يطلب هذه الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وآله: إن أردت ذلك فابكي على ولدي الحسين في كل صباح ومساء. ما بيشي واحد يخلي الشريط مسجل لأحد الخطباء ويبكي صباحا ومساء. في زيارة الناحية نقرأ: فلأندبنك صباحا ومساء. قال: أنا فعلت هذا العمل لمدة، ثم كان هذا مفتاح التوفيق لرؤية الإمام المهدي صلوات الله عليه.